اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم متتبعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بالف خير. اليوم معايا واحد السيده صراحه قصه كتالم، قصه صراحه ما عرفتش انا ما عرفتش نقول فيها. هاد السيده كيف ما كتشوفوا هي كفيفه، كتخرج كترزق الله باش انها تخلص الكرا ديالها، باش تخلص المعيشه اليوميه ديالها. هي ارمله، اولا ما عندهاش الوليدات، كانت عايشه مع الاخت ديالها، الاخت ديالها جرات عليها. التفاصيل اللي غنخلي نعيمه هي اللي غتعاودها لينا واشنو طرا بالضبط. السلام عليكم. السلام. عاودي لي قولي، عرفي الناس بيك، الاسم ديالك وفين ساكنه. انا نعيمه، دابا نعيمه ارمله كفيفه كما كتشوفوا، وكنسكن دابا في المشروع كاريه، ماشي عندي السكنه، انا غير كاريه. وكان دابا بعثني الضروره، طلبت كنتي من الدار وانا مريضه. شحال وانت كنتي شحال وانت عايشه مع اختك؟ مده ديال بغيتي شي 10 سنين، 10 سنين وانا قلت سبعه. اها. ملي بغات تقري بنتها برا قالت خاصها تبيع الدار باش تقري بنتها. ايوا ها هو دابا. منين قالت لك خرجي فين مشيتي؟ عاودي لنا المعاناه ديالك. ملي قالت لي خرجي مشيت عند واحد السيده، وهذيك السيده ما غاديش ما قداش ما بقاش داني مكلفه بيا. توصلت لي الكراسي في الشهر، عاوتاني قالت لي لا هذه خاص نديك تشوفي تقضي في الزنقه تعاود تقضي في الكرا. وهنا دابا جالسه في الشارع نترزق الله باش نخلص الكرا. ويلا كاع يلا معايا كاع في ساكنالي وتسولوا وشوفوا فين كاينه انا. واخا نعيمه، دابا انت كتخرجي انت اولا كفيفه، شكون كيعاونك باش يديك ويوصلك؟ شكون كيدير لك الحاجيات ديالك؟ عاودي لنا كيفاش النهار ديالك، كيفاش كيدوز، كيفاش كتفيقي الصباح وكتجي حتى لهنا؟ مع الاذان كنصلي الفجر، ملي كنصلي الفجر كنبقى جالسه شويه كنوض باش نفطر، كنسخن ليا الحليب، كنوض نجيب البرق كندقها راسي، وقا ما كنشوفش البرق كندير كندقها راسي، كنعمرها، إيوا كندقها. وملي كنفطر كنخرج، كنخرج اللي اللي شافني غادي كيجيبني، كيدوزني حتى لهنايا، وكيجلسوني. بقى فيك الحالة ناعمة فاش خرجاتك خصك من الدار؟ بقى فيا الذهاب الآن صباح القمر، ما بقاش يكون لي عقلي بلا حتى خرجت من الدار. جاتك صعيبة ناعمة؟ حيت انا اللي كنت كنلتها بيهم وكنت معاهم وقريتهم، ولكن ما جابش الله. انت اللي وقفتي مع ولاد اختك ولا وقفتي مع اختك؟ كتسول على اختك دابا؟ شحال وانت خارجة؟ شحال وانت خارجة من عند اختك؟ زين خارجة؟ دابا شكون الناس شكون فاش كتجي هنايا في الجامع كترزقي الله؟ قلتي لي حدا البرد وداك الشيء، شنو المعاناة اللي كتلقاي؟ كيكون البرد من نعيمة، شنو طلب ديالك المحسنين اليوم؟ شنو تقولي لهم؟ كنطلب منهم الله ومنهم يوقفوا معايا ويشوفوا يدوزوا لي على عينيا، ماشي سكنة مسكن في الزنقة، ما بقاش انا قاعد بحال في الزنقة وانا عندي الكرة، انا ما قادرش واحد النهار انا دابا صحيحة بدا نصبح مريضة، باش غنخلص انا الكرة نمشي نتبع الشارع نولي مشردة. كيف ما سمعتم متتبعي قناة شوف تي في القصة ديال هاد السيدة، فأنا بدوري كنناشد المحسنين، كنناشد الناس اللي في قلبهم الرحمة أنهم يعاونوا هاد السيدة، لأنها محتاجة بصح، محتاجة ديال بصح. هاد السيدة كفيفة كيف ما كتشوفوا، ما كتقدر دير والو، الأخت ديالها تخلات عليها، ظروفها المادية صعيبة بزاف، كارية ب 16 ريال، ورغم ذلك مولات الدار إلا ما عطاتهاش النص أكيد تقدر تخرجها في أي لحظة.
كتجي كل نهار هنا حدا الجامع، كتفيق الصباح بكري باش تجي كترزق الله، وانتم عارفين شحال غتكون كاع يعني كتصور في هذا النهار هذا، يمكن ما غيقدهاش في ابسط الاشياء. فانا بدوري كنشد الجمعيات وكنشد للمحسنين وكنشد القلوب الرحيمه انهم يعاونوا هذه السيده، هي متواجده المشروع هنا ياك أناسي هي متواجدة في أناسي حدا جامع علال الفاسي. أنا غنحط الرقم تليفون ديالها اللي بغى يتواصل معاها ويتعاون معاها. عطيني الرقم تليفون أنا نعيمة. 06 25 88 73 52 الرقم ديال نعيمة هو 06 25 88 73 52. غنعاود نعيمة متواجدة في أناسي قرب جامع علال الفاسي، اللي بغى يتعاون معها أو بغى يجي يشوفها، هي راه كتكون النهار هنا كله مسكينة في هذا البرد هذا باش كترزق الله. اللي بغى يتواصل معها فكنتمناو نعيمه غنسولك واحد السؤال واخا ما طاحش في عمرك تعرضتي للتحرش هنا؟ لا عمرك؟ لا كنحمد الله ونشكره، عمر شي حد ما قرب ليا ولا قال لي شي كلمه خايبه، كنحمد الله الحمد لله. الحمد لله نعيمه الحمد لله. الرقم التليفون ديالها هو 06 25 88 73 52. اللي بغيت يتواصل مع نعيمه غنعاود نقول المكان ديالها، لانني كنعاود يعني ناشد الجمعيات والمحسنين انهم يتعاونوا معها. راه نعيمه متواجده قرب جامع علال الفاسي اللي متواجد في أناسي. كنشكركم بزاف على تتبعكم. جامع عباس. كنشكركم بزاف على تتبعكم لهذا البث المباشر اللي كان مباشره من مدينه الدار البيضاء. كانت معكم سهام من قناه شوف تيفي. الى اللقاء.